فليتفضل مشكورا. تكبير تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاحرار، ايها الاكارم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحي الله هذه الوجوه الطيبه المباركه التي ما خرجت منذ سنتين لتنازع احدا على سلطه او منصب او جاه، وانما خرجت بكل رقي واذن وحضاره رافعه شعارها الله سوريا حريه. الله ربنا الذي نعبده ونعتمد عليه وما لنا اله سواه. سوريا بلدنا الحبيب الذي نعشق كل تفاصيله، والحرية الحق البدهي الذي لا تنكره شريعة في الكون. فجوبها هذا الشعار، جوبها بالرصاص، وجوبها بالاعتقال والتعذيب، مع أن هذا الشعار لا يدل إلا على وطنية ودين وأخلاق قائله، ومن جابهه بالرصاص والاعتقال والتعذيب هو من ادعى الوطنية لسنوات طويلة. نعم أيها السادة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولكن الحر الذي تذوق طعم الحرية ولحريته سحر لا تماثلها فيه كلمة، ولها أثر في النفس يجعل الحر يبذل ما له وروحه وأغلى ما يملك من أجل أن يحافظ على هذه الحرية التي وصل إليها. أيها السادة، لكي نعلم ماذا يبذل أو ما يبذل ما يبذل من وصل إلى الحرية لكي يحافظ عليها، فقد حدثني أحد الأخوة في المعتقل، وإن من جرب الاعتقال والله لا يرى أشياء تشيب لها الولدان، ولكن ما سمعته ليس كما رأيته. قال أحد الأحرار كان يعذب أمام الناس أمام إخوانه وهم يقولون له قل لا إله إلا بشار، وهو يقول بإصرار لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. فما كان من الجلادين إلا أن فقأوا عينه وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ففقأوا له العين الأخرى وهو مصمم ويقول لا إله إلا الله، إلى أن نال الشهادة وهو مصمم على لا إله إلا الله. نعم أيها الأحرار، إن من تذوق طعم الحرية يبذل كل ما يملك في سبيل أن يحافظ على هذه الحرية التي وصل لها. توجه الأحرار في المرحلة التالية إلى إخوانهم من العرب، إلى من ظنوا أنهم حماة لحقوق الإنسان وللحريات من الغرب، فصدموا بسكوت وصمت لا مثال له، لا بل صدموا بمناصرة وتأييد للظالم المجرم، فصاحوا صمتكم يخذلنا، وصاحوا خافوا الله يا عرب، إلى أن أيقنوا وتأكدوا أنه لا ملجأ ولا منجأ لنا إلا الله. عندها صاحوا بأعلى أصواتهم شعارا لا أحلى ولا أجلى ولا أصدق ولا
يا الله من لا غيرك يا الله يا الله من لا غيرك يا الله يا الله من لا غيرك يا الله يا الله عجل نصرك يا الله يا الله عجل نصرك يا الله والله إن شاء الله ها هي سوريا الحبيبة إن شاء الله وقد اقتربت النهاية بإذن الله وتسير بخطى ثابتة واثقة نحو الحرية رغم أن في روسيا رغم أن في كيابوتين ورغم أن في لافروف ورغم أن في إيران ورغم أن في نجاف ورغم أن في الملالي ورغم أن في المعمم النجس الذي ادعى أن سوريا هي محافظة في بلاده خسر الكلب سورية عربية مسلمة حرة 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 طالت فترة الانتظار ولكننا نرفع شعارا علمنا إياه ربنا ربنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين طالت فترة الانتظار لتنكشف سوءة المنافقين لتنكشف سوءة من غير مساره عن الثورة لأجل أهداف رخيصة دنيئة نعم أيها السادة لتنكشف سوءة الناس جميعا كل من عادى هذه الثورة وكي لا أطيل وأترك المجال لغيري أيها الأكارم أيها الأحرار أوجه في الختام تحية إلى كل بطل صادق خرج مطالبا بالحرية ولم تلوث يده بتهريب ولا بتشليح ولا بمصلحة شخصية وإلى كل بطل صادق من أبطال الجيش الحر عاهد نفسه أن يدافع عن الأحرار في بلادنا وقبل كل ذلك إلى كل شهيد في هذه البلاد تحية لشهداء سوريا الأبرار تحية لكم يا من جعلتم من دمائكم وقودا لثورتنا والله إن دماءهم هي الثمن الذي دفع لكي نقف في مثل هذه المواقف وقفة عزة وكرامة بارك الله بكم أيها الأحبة الأكارم وأحب باسمكم جميعا أن أرحب بأعضاء المجلس المحلي الثوري الذي خرج من رحم الثورة منكم وإليكم